اقول ايش فطوم، بما انه اني اجي حدايق وما عندنا فلوس، عندي فد خطه نحصل بيها فلوس، شنو رايك؟ اي والله فلاس ووجع راس والوضع كلش تعبان. انه بهذا السيزون مال ببجي اليوم احبدي واني ما عندي فلوس حتى اشحن. بس اقول لك شنو الخطه مالتك؟ حلو، الخطه هي بما انه بابا ما يحب اهل ماما، نروح علي انا وياك نخليه يحكي عليهم ونسجله صوت. اه زين، وبعدين شنو نسوي؟ وبعد ما نسجل له صوت نطلع، ورا شوية تجي علي انتي تقولي لبابا ترى اخويا هي مسجل لك صوت وراح يسمع الماما من هاي السوالف، ايش تخوفينه؟ بس اقول لك اخويا هذا الموضوع مو خطر، اخاف انه بيقتلنا انا وياك ويقطع صوته علينا. تهيئ تحكي صدق انتي، على شنو خايفة؟ بالعكس لا تخافين، هو بابا اللي راح يخاف عندنا، تعرفين ليش؟ لان يعرف وقت التسجيل، والتسجيل اذا وصل ماما راح تصير مشكلة كبيرة، وبهاي الحالة ما راح يحكي شيء، صدقي بيه. اي والله صح، وهم يخاف من ماما وما راح يقدر يحكي شيء. خلاص متفقين، والله انت عندك افكار. دي يلا لعد ما طول ماما بعد بالسوق ما جتي، خلي نروح علي نحكي وياه ونسجل له. ها بابا، هلا ابني. هلا. هاي بابي. هلا ابنتي. هلا. اقول لك بابا، سمعت اليوم من راح يجي علينا؟ لا والله يا ابني خير، ليش من يريد يجي علينا؟ صدق تحكي عباية، تعرف اليوم راح يجي علينا بيت جد عمان، يظلون يمنا 5 ايام. اوه هي هاي الاخبار المو زينه، ما تقول هذول شنو جايين علينا، فاتحين فندق لهم احنا. اقول لك بابا انت ليش تضج معدهم؟ شو من يجون بيت اهلك تكيف وتحوش تسوي الماكل، بس من يجون بيت اهل ماما تضوج وحتى بالبيت ما تظل. يا معود ما احبهم، اشوف عزرائيل وما اشوفهم، ساعة السادة اللي اخذت معدهم ما راي. والله بابا ما اعرف شو اقول لك، بس يلا هاي شو نسوي؟ الخاطر ماما ما يصير لازم تتحملهم. اخ ما حد دمرني غير امك. دي يلا العاد انا اقوم اروح الغرفة، تري شي؟ لا ابني ما اريد شي، روح. دي يلا بابا انا هم جاي اغسل المواعين. يا الله. تروح كملي شغل، روحي. هاي الاخبار المو زينه، ما تقول جورج جابهم. وهلا يلا يا فطوم تعالي، ما تقول وين صرتي؟ تمت العملية بنجاح، والله عشت ايدك، خوش خليته يحكي. هلا ليش في يدك اني؟ سجلتي كل شيء مو؟ اي اخويا، من اول ما دخلنا علي فتحت التسجيل لحد ما انت رحت. كفو عشت ايدك، اقول ايش تعرفين ايش تسوين هسه؟ اريدك تروحين على بابا وتقولي له بابا قبل شويه مو كنا قاعدين انا وياك اخويا هيمو، ترى اخويا هيمو سجل لك صوت وانت تحكي على اهل ماما وجاي ينتظر ماما ترجع من السوق على المسمحه التسجيل. تمام لعد، بس الله يستر. وليش تروح لا تخافي الموضوع يمي اني. اوكي اوكي، هات الموبايل انا ازد عليه. اقول لك بابا، قبل شويه انت مو كنت تحكي على بيت جدو؟ اي وخا ما سمعت امك شي. لا ماما مو هنا بالسوق، بس ما اعرف شلون اقول لك، بس صراحة ترى اخويا هي مسجل لك صوت ودايما تنتظر ماما تجي على مسمع لها اياه. شنو؟ هاي جاي تحكي بنتي، وين هذا؟ اليوم خرب تربيته. موجود بغرفته، بس انت لا تعصب، روح احكي وياه على كيفك، اذا صيحت علي او ضربته راح يسمع تسجيل ماما، وهاي الشغلة ما تفيدك، وتعرف ماما اذا سمعت بالتسجيل راح تصير مشكلة كبيرة، روح احكي وياه، شوف ايش يريد. اي والله بنتي كلامك صح. وهذا كلب يسويها يروح يسمع تسجيل امك ويسوي لنا مشكله، ايش قد ناقص على هاي الدقه مالته. اي والله بابا هذا احسن حل، تروح اصعد عليه واحكي وياه وتفاهم انت وياه، ترى ما ما ضل شيء وتجي من السوق، يلا بسرعه. يلا قايم احكي وياه، خرب يومه. ها ابني، شنو هذا الموضوع اللي قالت لي عليه اختك ما تسجيل الصوت؟ مو عيب عليك؟ ليش هيك تسوي ابني؟ هلا بابا. اي والله صراحة انا سجلت لك صوت وانت تحكي عليها الماما. ليش يا ابني ليش؟ مو اني ابوك، شلون تسوي بيها هيك؟ انت ابوي على عيني وراسي، فهمني بشنو انا مقصر وياك على مو سجل صوتي وتسمع على امك، وتعرف امك اذا سمعت بي شو راح يصير؟ تهجم بيتي يا ابني. اي والله مقصر وياي هوايه، يعني البارحه استلمت راتب واليوم اجي عليك على الفلوس ما تقبل تطين تقول لي ما عندي، برايك شو اسوي؟ شلون اخذ فلوس اني؟ زين هسه شنو المطلوب مني على مود تمسح هذا التسجيل؟ والله يا بابا تعرف هذا التسجيل كلش غالي، وماما اذا سمعت بي تعرف شو يصير، وانا ما طالب هواية، اريد منه 50,000. اي تمام انا موافق، بس انا هم عندي شرط، من اعطيك فلوس تمسح هذا التسجيل قدامي. اي تمام، انت ادفع واني امسح قدامك. دي يلا.
هاك ذول الخمسين. هذا الحكي المضبوط. هاي قدامك مسحته، ها هي. وبعد لا تعيد هاي الحركات يا غبي.